يا ونموت بس يرجع وطننا مثل العروس محنا بليلة عنا حنا النشامى يا وطننا حنا سكت الكلام والبارود يغنى حنا النشامى يا وطننا حنا سكت الكلام والبارود يغنى هذا الزيتون زرعناه مرتين عمره سنتين هذا الزيتون جرفوه وزرعناه كمان مرة هذا بقى شجر زيتون كبير خمسين سنة وبرضه جددناها كمان مرة مرتين يعني وتجرفت وجددناها الثالثة وطول ما احنا عايشين بدنا نجدد الزيتون ونزرع في بلد في بلدنا في 2006 انا دمروا لي بيت من ثلاث طوابق واعتقلت حوالي 48 ساعة فارس بعدين طلعت بعض الاحيان واحنا بنزرع حنطه اللي كانوا بيطلقوا علينا النار قبل التهدئه يعني حوالي 4000 شجره تم تدميرهم بالكامل هذا كمان الشجر اللي احنا شايفينه كمان تدمر وعاد تاهيله من مباراه بعد كيلو ممنوع زراعه في التهدئه صار شيء يعني نوعا ما صارت الناس تتحرك وتزرع بتأيس يعني ما يصير يعني لو خربت التهدئه هذا الشجر حيتدمر كمان المزارع المجاورة يمكن تقريبا فيها حوالي يمكن 150 200 ألف شجرة تم تدميرهم بالكامل ولا شجرة ثمت بالرغم من انه صجرنا الأرض اللي كانت مجرفة لأنه عادوا تجريفها أذكر جميع المتضامنين مع الشعب الفلسطيني اللي بيجوا في قطاع غزة ونشكرهم كثيرا جزيل الشكر